ومثل العلم لن تلقى خليلا، وأهل العلم نعم الأصفياء. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. يقول الإمام ابن حجر عليه رحمة الله في كتابه بلوغ المرام في كتاب الطهارة في باب الحيض. نعم. كتاب الحيض. نعم. قال الإمام رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: لما جئنا سرفة فقال النبي صلى الله عليه وسلم: افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت حتى تطهري. ممتاز. قال الإمام متفق عليه في حديث. طيب الحديث الثاني أيضا. وعن معاذ رضي الله عنه أنه سأل النبي صلى من الله معاذ؟ عليه وسلم. من معاذ؟ أيوة. من معاذ أيها الراقي؟ من معاذ؟ ابن الجبل سيدنا. هذا معاذ يعني ما تعرف عنه؟ أعلم الأمة بالحلال والحرام. هو أعلم الأمة. نعم نعم. وأفضل ما قال معاذ رضي الله عنه قال: وحب العلماء دين ندين الله به. فآية الإيمان حب العلماء، وآية النفاق بغض العلماء. وتقدم العلماء برطوة سيدي، وقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إني أحب. نعم. وقال تقدم العلماء يوم القيامة برطوة، رمت حجر. تعرف متى مات؟ عن كم عمره؟ هو مات صغيرا في السن. مات على الثلاثين. مات على الثلاثين. على الثلاثين وهو أعلم الأمة. ويأتي يوم القيامة تقدم العلماء برمة حجر. أفضل ما قال، وهذا جاء عن عثمان وعن علي، قال: حب العلماء دين ندين الله به. آية الإيمان حب العلماء، وآية النفاق بغض العلماء. عندنا مقولة هنا مش عارف قبل أن تأتي بهذا الحديث، مقولة أميرة فجرتها قالت: وعندنا نساء أجل من الرجال، عندنا رجال هم رجال بطائق. والله العظيم ده حاجة تقلب الدماغ. الله المستعان. وهناك نساء يعني الشيطان يبوس أيديهن ويقول: خبثكن قد بلغ المدى، خبثكن قد بلغ المدى. ولكن التوبة معروضة لنا جميعا، كلنا ذو خطأ، وإن تاب من تاب تاب الله عليه. تفضل شيء عن معاذ. تفضل شيء نصير. قال عن معاذ رضي الله عنه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم: ما يحل حبك الله من امرأة؟ نعم. نعم. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: ما فوق الإزار. قال: نعم. رواه أبو داود وضعفه. نعم. عندنا جزاكم الله خير شيخ نصير، احسن الله عليك. شيخ اشرف جاد يقول: احنا نشهد الله ان احبك يا مولانا، وانا احبك اشرف جاد، والله عاوزتني رؤياك من زمن بعيد يا رجل، الله يهديك. نسال الله ان يجمعنا على خير وفي خير باذن الله تعالى. اي نعم معاذ. وحتى ابي لما قال له ان الله امرني ان اقرا عليك القران، فبكى قال: سماني لك ربي. واصلا معاذ رضي الله عنه الذي اسس لاهل العلم. نعم. فأقول إخوتي الكرام في هذا الباب، حديث عائشة رضي الله عنها رضاها أنها أحرمت بالعمرة مع النبي صلى الله عليه وسلم مستقلة متمتعة بها إلى حج، فلما جاءت بسرف مكان قرب مكة، فلما جاءت بسرف حاضت، دخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم وجدها تبكي، قال: ما بك؟ أنفستي؟ قالت: نعم. قال ملطفا، شوف أدب النبي ونبل النبي صلى الله عليه وسلم، متلطفا قال: افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت، افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت حتى تطهري. أولا قال لها: هذا أمر قد كتبه الله على بنات آدم، يعني لست وحدك، فإن الحيض ينزل على جميع النساء. قال: لست وحدك. فقال: هذا أمر قد كتبه الله على العباد. ثم قال: افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت. افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت. العلماء نظروا في ذلك في أمور: الأمر الأول نبل خلق النبي وحسن التعامل مع المرأة، لأنها إذا حاضت تحرجت وحملت الدم فانخنست
لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يعني أراد أن يهيئ لها أمرا وأن يبين لها أن هذا الأمر ليس بيدها، وأنها في الحالتين تكون أمة الله، أن تكون هي أمة الله جل في علاه على الخير وبالخير عندما تسمع وتطيع. قال هذا أمر قد كتبه الله على بنات آدم. وأيضا لما قالت أم سلمة كنت في لحاف مع النبي صلى الله عليه وسلم فحط فاستحييت فانسللت فذهبت فغيرت ثيابي فقال أنفستي؟ قالت نعم. قال تعال، فأخذ بيدها وجعلني معه في الخميلة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتعرق العرق الذي تأكله عائشة من موضع فمها ويشرب من مكان الذي شربت منه، وأيضا كان يداعبها ويلاطفها ويتمتع بها حالة كونها حائضا. وهذا الأمر فيه دلالة على حسن الإسلام، وأن الإسلام وسط بين غلو ودفو. اليهود كانوا لا يأكلونها ولا يشربونها ولا يجمعونها في مكان، والنصارى كانوا يجمعونها في الحيض، وجاء الإسلام موازنة بأنها ليست نجسة وأنها طاهرة، وأنه يقبلها أو يضمها أو يتلطف بها ويحسن إليها في التعبير وفي القول، نعم، ولكن لا يجامعها. يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض، فلا يجامع. وله أيضا يتمتع بقول الأئمة الثلاثة أو الأئمة الأربعة، قالوا من فوق السرة إلى 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 أعلى له ذلك، هذا المباح له، ويكره غير ذلك، وهذا سنبين إن شاء الله في الحديث القادم. لكنه قال هذا أمر قد كتب الله على بنات آدم، ثم قال لها افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوف البيت. العجيب أنه احتج مع من احتج بهذا الحديث على جواز قراءة القرآن، يقول بأن الحاج يقرأ القرآن. ما هذا؟ هذا بعد في الاستدلال وضعف في النظر، فإن السياق هنا في الكلام على الحج ومناسك الحج، فهو بيقول يفعل الحج، ايش يفعل الحج؟ ايش اللي يفعل الحج؟ مناسك الحج، يعني قفي بعرفه وانت حائض. نعم وانت حائض قفي بعرفه. اول شيء اذهبي الى منى وبيتي بمنى واجلسي واذكري الله، ثم ادفعي الى عرفه، ثم قفي بعرفه وانت حائض. نعم وانت حائض. ما هذه مناسك اول حج. فعل ما يفعل الحج، ادفعي بعد الغروب كما يدفع الحج بعد الغروب. وبيتي مزدلفة، نعم بيتي مزدلفة، أردت الدفع دفعتي، وإن انتظرت إلى الفجر صليت الفجر ثم ذكرت لا عند المشعر الحرام، ثم ادفعي إلى منى. نعم الحج يدفع إلى منى، ثم ارمي كما يرمي. هو شوف فعلي ما يفعل الحج، يعني هذه فيها دلالة على أنه تفعل مناسك الحج غير لا تطوف. شوف، والدلالة على السياق يفعل ما يفعل الحج غير الطواف. يبقى هو بيعمل في الطواف؟ بيبيت في منى وبيقف بعرفة ويبيت بمزدلفة ويذهب يرمي ويطوف. يرمي وأحلق يطوف، يعني يقول لها ارمي قص شعرك قفي بعرفة بيتي بمنى بمزدلفة، فعلنا في الحج غير ألا تطوفي البيت. لما؟ لأنها ممنوعة من دخول المسجد وممنوعة من الطواف. فالطواف على قول الجماهير أنه يشترط فيه الطهارة لأنه صلاة، كما قال ابن عباس طواف البيت صلاة، غير أنه أبيح فيه الكلام، فتشترط فيه الطهارة. ودخول المسجد لا يجوز للمرأة الحائض أن تدخل المسجد إلا وهي على طهر. قال ناولين الخمرة قالت إني حائض. قال حيضتك ليست بيدك. قال حيضتك ليست بيدك. فإذا قوله فعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت حتى تطهري، دل على أنها سواء كان إذا كانت حائضا حالة كونها حائضا لا تدخل ولا تطوف، ولا يجوز لها أن تطوف. هل العمرة كالحج؟ يعني تذهب بين الصفا والمروة، لأنه باتفاق أن بين الصفا والمروة أنها لها أن تطوف لأنه لا يشترط فيه الطهارة، لكن الآن لا يصح لها ذلك لأن الصفا والمروة الآن دخلت في المسجد. الصفا والمروة الآن دخلت في المسجد، وهي لا يجوز لها أن تدخل المسجد حالة كونها حائضا، ولا يجوز لها أن تذهب فتطوف بالصفا والمروة قبل طواف البيت، لأنه لا يجوز الطواف بالصفا والمروة إلا بعد طواف البيت. مسألة اسعى ولا حرج، هذه كانت يوم النحر فقط، ثم يرجع بعد ذلك الترتيب الواجب. الطواف بالصفا والمروة يتلو الطواف بالبيت، يتبع الطواف بالبيت، لا يصح تقديمه عليه بحال من الأحوال. نعم، وهنا فيها تعظيم البيت، وأن البيت يعني عملا بقول الله تعالى ما لكم لا ترجون لله وقارا، ما لكم لا ترجون لله وقارا. فصح أن نقول بأنه على المرء تعظيم الله جل في علاه، فلا يدخل بيت من بيوت الله الذي بني لذكر الله جل في علاه وهو حالة كوني حاملا للنجاسة.
ما يجوز له ذلك. وهذا يبين أن المستحاضة ليست نجسة أو ليست نجاسة، الاستحاضة ليست نجاسة، لأنه بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم كنا قد اعتكفنا معه والدماء تتساقط تسط تحتها والصفرة تعلوها في هذا الباب، وأباح لها أن تعتكف في المسجد. الفوائد إن شاء الله بعد الحديث. وعن معاذ حبيبي معاذ بن جبل، اللهم كان بعض مشيخنا يدعو لي يقول لي إن شاء الله أراك بجانب معاذ يوم القيامة، اللهم اجعلنا كذلك، اللهم اجعلنا كذلك، اللهم انك تعلم ان لنا زلات وسقطات وهنات وانت ارحم الراحمين، اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم فانك انت العز الاكرم، واجعلنا من اصلح الناس واصدق الناس وارفع الناس واكرم الناس، واجعلنا ممن يعرف قيمة العلم الذي يحمله حتى يعمل به وحتى يستغفر عن ذنوبه لانه بشر، وحتى ايضا لا يزهد ولا يزاهد احدا في هذا العلم، ولا يتنزل عن قدر ان يكون عالما بكتاب الله وسنة النبي، فإن هذا أشرف العلوم وأعز العلوم، ومن كان منافحا على التوحيد حق له أن يعز، حق له أن يعز. المعاذ رضي الله عنه قال: سأل النبي صلى الله عليه وسلم ما يحل الرجل من امرأته وهي حائض، فقال ما فوق الإزار. هذا فيه مسائل. أول حديث الأول كان متفق عليه وأعلى درجات الصحة، ودرجات الصحة كما قال علماؤنا أعلاها وأرقاها المتفق عليه بين البخاري ومسلم، ثم من فرض به البخاري، ثم من فرض به مسلم، ثم وهنا حديث أنه سأل ما يحل رجل من امرأته قال وهي حائض، قال ما فوق الإزار، هذا حديث ضعيف، رواه أبو داود في الطهارة وهو ضعيف، وأبو داود نفسه ضعفه وقال ليس بالقوي، وعلته جهالة حال سعيد الأغطش. قال حافظ إن لا نعرف أحد وثقه، وأيضا في عبد الرحمن بن عاز روي عن معاذ قال أبو حاتم روايته عن علي مرسلة، فإذا كان كذلك فعن معاذ أشد إرسالا. أبا آيات رضي الله عنك. وهذا تمسك به الجمهور. هنا فيه أولا المسألة الأولى التعليم بالسؤال والجواب، المسألة الأولى التعليم بالسؤال والجواب. فجاء معاذ أنه سأل النبي ما يحل للرجل من امرأتي حالة كونها حائضا، لا سيما وأن النبي قال يسألونك عن أن الله قال يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربهن حتى طهرن فإذا طهرن فأتهن من حيث أمركم الله. آمين يا رب آمين. فذهب فسأل النبي كأنه رأى أن العموم قد يخص، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما يحل الرجل من امرأتي، لأنه وجد أن النساء جميعهن يعني يقعن في ذلك، فما الحل وما يحل وما لا يحل. نعم. فقال له ما فوق الإزار، حدد له المكان في هذا الباب. أقول رضي الله عنك حافظ حدود، رضي الله عنكم جميعا. أقول إخوتي الكرام في هذا الحديث العظيم فيه جواز مباشرة الحائط بما فوق الإزار، وهذا ورد صريحا عن عائشة رضي الله عنها أرضاها، قالت كانت إذا كانت إحدانا حائضا أمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تتزر وباشرها من فوق الإزار، يعني حالة كونها حائضا. وهذا قاله الجمهور والشافعي يرون بأنه ليس له إلا ما فوق السرة يتمتع به بقول ما فوق الإزار، ويحرم عليه ما بين السرة إلى الركبة، وفي رواية عن شفايا أو في وجه عن شفايا الكراهة في ذلك. والصحيح الذي رجحه النووي من الشافعية وجمهور أهل العلم وما قاله ابن حزم أنه يجوز أن يتمتع بها كلية، حتى التمتع بالفرج، يعني حتى أن ابن حزم له كلمة في المحلة صريحة قال وله أن يتمتع بشفريه دون الولوج، له أن يتمتع بشفريه دون الولوج، يعني بيقول المحرم هو الإيلاج فقط. وهذا قاله النبي صلى الله عليه وسلم بالتصريح عندما قال اصنعوا كل شيء سوى النكاح، ودي معناه أنه ممكن يتمتع حتى بالفرج، لكن هذا من يملك إربه فلا بد الإنسان أن لا يحوم حول الحمى، لكن من كان يملك إربه وله أن يتمتع دون أن يلج فله ذلك، فله أن يتمتع بذلك، لأن المحرم عليه فقط هو الموضع، موضع الحيض، موضع الإيلاج فقط، هذا المحرم عليه ولو أن يتمتع بها في هذا الباب. والمسألة فيها أن النساء هنا في هذا الباب حتى رفع الحرج عنهن
بأنه لتعلم أنه ليس عليها ثمة شيء، فزوجها يتمتع حتى بها كلية فقط دون الموضع الذي يكون فيه الدم. لقوله تعالى اصنعوا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم اصنعوا كل شيء، نعم اصنعوا كل شيء سوى النكاح، اصنعوا كل شيء سوى النكاح. فيجوز للمسلم أن يتلذذ بامرأته بكليات حتى بالفرج، لكن يحرم عليه فقط الجماع بأن يعني يلج فقط. وكما قلت ابن حزم قالها تصريحا في كتاب المحلة في الكلام على الحيض وما يحل الرجل من امرأته من الحيض، قال وله أن يتمتع بها ويتمتع بشفرائه دون الولوج، دون الولوج. الفوائد المستنبطة من الحديثين: نبل خلق النبي عندما واسى عائشة وقال لها أنفستي، هذا أمر كتبه الله على بنات آدم، لكن هذا ليس في هذه الرواية. من عظيم طرق التعلم طريقة السؤال والجواب، حجية المفهوم لما يقول ما فوق الإزار يبقى تحت الإزار لا يجوز، وهذا لأن الحديث ضعيف، أو الحديث الثاني نقول له شاهد، لكن هذا على الأكمل، هذا على الأكمل. نعم دكتور، لما تقول في العيد كل النساء تذهب إلى المسجد حتى الحائض والمسنين الأطفال، نعم يعني المرأة الحائض تذهب إلى المسجد، هي تذهب إلى المصلى طبعا، ولكن لا تدخل في مكان الصلاة. أنيس من فضلك اسمع الدكتور، نعم المرأة لا تدخل لا المصلى ولا تدخل المسجد، تذهب تكسر من سواد المسلمين، لكن لا تدخل لا المصلى ولا المسجد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ويعتزل الحيض المصلى، ويعتزل الحيض المصلى. يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان انقضى، يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان انقضى وانصرم، فكن ما حييت ظنينا به فظنك بالوقت عين الكرم، وكن حلس درسك وافرح به تكن قائدا في غد للأمم، وبادر شبابك من قبل أن يقطع عزمك سيف الهرم، ودع ما استطعت فضول اختلاط وأكل ونوم وقول يذم، وصاحب نبيلا ولا تكثرن فكم مكثر يا أخي حرم، وحقق إذا رمت شيئا ولا تسمن بوهمك ذات الورم، رأيت العلوم وأصحابها لدى كل ذي فطرة تحترم، فإن رمت يا صاحبي رفعة بدنيا وأخرى فلذ بالقلم، وأخلص لربك واعمل بما علمت وإن تلقى فيه الألم، وصابر وثابر ولا تكسلا فإن الهموم بقدر الهمم، وحقق إذا رمت شيئا ولا تسمن بوهمك ذات الورم، رأيت العلوم وأصحابها لدى كل ذي فطرة تحترم، فإن رمت يا صاحبي رفعة بدنيا وأخرى فلذ بالقلم، وأخلص لربك واعمل بما علمت وإن تلقى فيه الألم، وصابر وثابر ولا تكسلا فإن الهموم بقدر الهمم، إن الهموم بقدر الهمم.